السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواني وأخواتي، حياكم الله جميعا. قصتنا اليوم الحقيقة قصة يعني يكتنفها الغموض وتعج بالأسئلة الكثيرة حول فريق أتوجه من سوريا، أو كما يقال أنه توجه من سوريا باتجاه تركيا، واجتمع هذا الفريق في مدينة اسطنبول التركية المحاذية لليونان. الشيء الواضح في هاي القضية، الشيء الوحيد الواضح في هاي القضية، أنه هذول الشباب العرب اتوجهوا من اسطنبول باتجاه اليونان، باتجاه صربيا، باتجاه المجر. وكانت الغاية الواضحة طبعا هي انه الشباب هذولا بدهم يهاجرون على اوروبا، وطبعا عبر اكبر مكتب محاماة او للقانون الدولي في مدينة اسطنبول توصلنا هاي المعلومات اللي هو صرح فيها، اقصد المكتب تبع القانون الدولي في تركيا، وطبعا بالتعاون مع الحكومة المجرية اللي متواصلة مع هذا المكتب، واللي هذا المكتب مستلم ملفات هذول الشباب أو هذا الفريق. وصرح بعض المعلومات ومنها راح نذكرها اليوم بقصتنا حول هذا الفريق وشنو اللي صار معاه بالمجر. وإخواني خلونا هنا نتعرف بالبداية على هذا الفريق واختصاص كل شخص قبل ما يكون موجود بمدينة اسطنبول، يعني ببلده الحقيقي. والبلدان المذكورة، البلدان العربية اللي منها الأشخاص، واللي هي الجزائر والسعودية وسوريا والعراق والمغرب ومصر. الشخص الأول حجي بوزيدي، الجزائر، العمر 27 سنة، الاختصاص قتال شوارع. عبد الله الراشد، السعودية، 32 سنة، كان يعمل سابقا في المملكة العربية السعودية، مهرب. وأيضا له هواية أنه يمارس رياضة الرالي، يعني سائق محترف. خلدون الصالح، 29 سنة، سوريا، نقيب سابق، يعني نقيب ضابط منشق عن الجيش السوري، ولكن كان يعمل كنقيب في فرقة التدخل السريع التابعة للحرس الجمهوري. الشخصية الرابعة طلال عبود، من سوريا، مجهول العمل سابقا. الشخصية الخامسة واللي هي ياسمين عبود، من سوريا، العمر 24 سنة، دارسة في جامعة دمشق كلية الصحافة. الشخصية الخامسة علي شحيلات، العراق، أيضا مجهول العمل سابقا قبل لما كان في العراق. المصلح بوضياف، 26 سنة، من المغرب، الاختصاص قتال شوارع. متولي دمرداش، جمهورية مصر العربية، 28 سنة، خريج كلية الحقوق جامعة الإسكندرية. وهنا طبعا حاب أوجه تحية لهاي البلدان ولجميع البلدان العربية ولكل شخص يسمعني من خلال هاي القصة. طبعا من ضمن آلاف الأسئلة اللي تساءلتها حول هاي القصة، أنه إذا بدنا نجمع هذا الفريق من الوطن العربي، لا شك أنه راح نستغرق وقت طويل، من دون ما بدي أحدد وقت معين أو كذا. ناهيك هنا عن أنه كما يقال أنه هذول الأشخاص تجمعوا بالصدفة في إسطنبول بغية الهجرة إلى أوروبا. وأني شخصيا بهاي القصة فقط أتساءل أنه هل تجمعوا هم عن طريق الصدفة ولا في حدا جمعهم، وما عندي أي معلومات تثبت سواء هم تجمعوا بالصدفة أو حدا جمعهم. ولكن حسب المكتب،
مكتب القانون الدولي باسطنبول يقول انه هما تجمعوا بالصدفة. على العموم خلونا اخواني نروح على هاي القصة ونعيش تفاصيلها ونعرف شنو اللي صار بالضبط مع هذولا او مع هذا الفريق. وطبعا بما انهم متجمعين باسطنبول فوجهتهم اليونان اكيد، ففي الطريق طريقين، واللي هو طريق البحر باتجاه اليونان عن طريق ولاية أزمير وتعبر عن طريق قوارب، أو الطريق الشمالي، وكونهم هم واسطنبول أكيد اتخذوا الطريق الشمالي واللي هو عن طريق أدرنا إلى عبور النهر ومن ثم الدخول إلى اليونان. وطبعا هاي الأحداث اللي قاعد نحكيها حصلت في شهر 12 عام 2015. بعد عبور النهر والدخول إلى الأراضي اليونانية توغلوا عبر الطريق البري واللي هو طريق الغابات باتجاه دولة صربيا. عبروا اليونان ودخلوا إلى صربيا، وأيضا استمروا مع طريق الجبال وطرق وعرة وطرق خطيرة أيضا، وسلكوا هذا الطريق باتجاه المجر، يعني من صربيا إلى المجر. أثناء ما وصلوا، طبعا قطعوا كل هاي المسافة، لما وصلوا قبل المجر وقفوا في مكان، يعني بالغابة، في مكان هم كأنه واصلين الصبح حسب ما فهمت. لما وصلوا الصبح قالوا احنا لازم ندخل على المجر ليلا بالليل يعني، فبقيوا هذاك النهار كله، يعني من الصبح الساعة 10 إلى الساعة 10 بالليل ظلوا منتظرين في هذاك المكان قبل ما يدخلون المجر. وخلونا هنا أخواني أنوه لشغلة مهمة جدا، أنه بهذاك الوقت وحتى أيضا بهذا الوقت الدخول من الأراضي المجرية الهنغارية يعني أمر خطير جدا جدا جدا. يعني بهذاك الوقت كانوا يعاملون، يعني يقتلون اللاجئين من الآخر، واللي حاب يتأكد ويشوف مدى وحشية الحكومة المجرية أو الجيش المجري ومعاملته مع اللاجئين سواء سوريين أو غير سوريين، اللاجئين الوافدين من الشرق باتجاه الغرب، المعاملة إطلاق كلاب، طعن بالرصاص الحي. شفت مناظر صراحة تقشعر لها الأبدان. مشان إذا حد حاب أو استغرب أنه شنو صار، فبإمكانه اليوتيوب معبي مقاطع، إمكانه يشوف وحشية الجيش المجري في التعامل مع اللاجئين. وهنا حاب أيضا أقول أنه كان بإمكان هذا الفريق أنه يسلك طريق ثاني، يعني من دولة أخرى يفوت، ولكن هو اللي صار معه أنه دخل إلى المجر وكانت الساعة 10 بالليل وبدأ بالدخول إلى المجر. بعد حوالي ساعة تقريبا من المشي داخل الأراضي المجرية، يعني هنا احنا نحكي عن ساعة بهذيش الطرقات الوعرة ومحتاطين طبعا، كان يعني ممكن الإنسان يمشي بساعة أو ساعتين، يمكن يمشي 10 كيلو أو 5 كيلو، بين 5 أو 10 كيلو مو أكثر. ومن الأشياء الكثيرة اللي تدفع المجر أو تدفعهم للحقد ضد المسلمين، طبعا هم يعرفون أنه هذول اللاجئين مسلمين بغض النظر عن أنه كانوا عرب أم أتراك أو غيرهم. خلينا نقول أنه في معركة واحدة بين الجيش العثماني والمجر في معركة موهاكس، كان في طبعا انتصر المسلمين في هاي المعركة، معركة تاريخية ومعروفة، صار فيها انه كان في 25,000 اسير مجري وقعوا اسرى تحت جيش المسلمين. وطبعا بوقتها قال السلطان العثماني انه لا اسرى، يعني ما في اسرى. يبدو انه قتلوا 25,000 اسير في يوم واحد. ففي حقد تاريخي بين الشعب المجري والشعب المسلم طبعا، ولو كان غير ظاهر، ولكن هذا سبب قوي جدا لأنه يمنعون المسلمين من الهجرة.
وطبعا هذول المسلمين المهاجرين مهاجرين مو رايحين على المجر، رايحين على أوروبا، ولكن هذا الشيء يقلق المجريين جدا. طبعا نرجع لفريقنا اللي مشى، قلنا حسب ما قلنا مسافة 5 كيلو تقريبا داخل الأراضي المجرية. شنو اللي صار معهم هنا في بداية دخولهم للمجر؟ وقع هذا الفريق في كمين محكم للجيش المجري. وشنو اللي صار بهذا الكمين؟ طبعا الكمين هم عبارة عن 4 عناصر من الجيش المجري أو حرس الحدود، ومدججين بالأسلحة، ومعهم كلب بوليسي. هذا الكلب البوليسي أطلقوه باتجاه الفريق. طبعا في عندنا ياسمين عبود خافت من الكلب اللي صار بهذا الكمين، خافت من الكلب وهربت شوي، لحقها الكلب. طبعا في هنا أعزكم الله في كلاب مدربة على أنها توقف الشخص، يعني سألت حول هذا الموضوع، أنه توقف الشخص من خلال ملابسه، يعني تعض الملابس وما تتركه خلاص، يعني بده يثبت الإنسان. وفي كلاب مدربة على أنها تفترس الشخص. هنا اللي صار أنه هذا الكلب أثناء ما لحق ياسمين، ومسافة ما في 10 أمتار، مسك ياسمين وعضها من رجلها، وكان تقريبا قاطع جميع الشرايين الموجودة برجلها. وتخيلوا هنا على الموقف هذول الشباب وشنو صار معهم. أثناء ما اتجهوا الشباب على ياسمين يحاولون يبعدون الكلب، وصارت يعني يحاولون يبعدون هذا الكلب عنها أو يحاولون يحمونها، في الشاب واللي هو طلال عبود واللي هو أخو ياسمين كان حامل موس واللي هو حربة تبع بارودة إذا تعرفونها. مباشرة اجى على الكلب وطعن الكلب بصدره. طبعا هنا الحرس ليون المجري مباشرة شاف الكلب فارق الحياة فورا. وطبعا ياسمين كانت تنزف بشكل مو طبيعي، يعني يبدو انه تقطعت جميع الأوردة برجلها، وبالإضافة إلى مكانات أخرى، يعني باليد وبالهاي. الكلب يعني عبارة عن كلب مفترس أعزكم الله. اللي صار هنا لما اجى الحرس من الجيش المجري وشاف انه طلال عبود قتل الكلب مباشرة بالبارودة، وجه رصاصة وقتل طلال عبود واللي هو أخو ياسمين. هنا طبعا صارت فوضى، خلينا نقول فوضى صارت بهذا الفريق. اتجهوا باتجاه هذا العسكري، الشباب أخذوا البارودة منه وأخذوا مسدسه، وصارت فوضى. واحد من الشباب سحب المسدس وقتل العسكري هذا، وقتل الثاني والثالث والرابع، قضوا عليهم كلياتهم. طبعا الموقف هنا ما أقدر أقول هل هو تصرف تصرف حكيم أو ما تصرف، بصراحة ما أعرف، لأنه الموقف يعني لا يمكن الإنسان إنه يشوف هذا المنظر ويوقف أو يقول أنا ما إلي علاقة أو يوقف مكتوف الأيدي. أيضا هنا بنفس الوقت بأثناء هاي الفوضى وهم متلاوين على الأسلحة هم والعناصر، طبعا طلعت طلقة أخرى وقتلت الشاب اللي من العراق واللي هو علي شحيلات. أيضا هنا اللي راحوا طلال عبود وعلي شحيلات، يعني طلال عبود سوري وعلي شحيلات عراقي، وياسمين تنزف نزف يعني مو طبيعي. وطبعا هنا اجوا على ياسمين، طبعا مصاب طلال عبود إصابة قاتلة، وعلي شحيلات إصابة قاتلة، وفي عندنا ياسمين تنزف. حاولوا طبعا، كم استغرقوا وقت بهذا الهاي مو معروف، يعني 10 دقائق ربع ساعة أو نص ساعة. المهم أنه ياسمين
كانت فارقت الحياة، يعني كانوا يحاولون يسدون الجرح أو النزف، يبدو أنه كان الجرح كبير ونزفت كمية كبيرة وفارقت الحياة. إذا عندنا هنا طلال عبود وياسمين وعلي شحيلات، هذول تحيدوا من الفريق، بالإضافة إلى 4 جنود من حرس الحدود أو من الجيش المجري أيضا انقتلوا. وطبعا هنا أكيد صار في استنفار، والفريق ما يقدر يبقى في هذا المكان، فترك كل شيء مثل ما كان بالنسبة للشباب اللي فارقوا الحياة، واستمر بالمشي باتجاه يحاول يبعد عن هذا المكان، لأنه بالتأكيد راح تجي قوة أخرى مؤازرة لهاي القوة، ولازم يبعدون عن هذا المكان. اللي صار انه هم اخذوا الاسلحة اكيد، ولكن هل لبسوا لباس الجيش المجري او لا؟ لانه في حادثة مرتبطة راح تصير ايضا راح نحكي عنها، تقول انه الفريق كان لابس لباس الجيش المجري. بعد مرور حوالي ساعتين، يعني الساعة 1:30 ليلا، إجا بلاغ من الطريق الدولي اللي يربط قرية أو مدينة صغيرة اسمها بكلة على ضفاف نهر الدانوب. وطبعا هنا في تساؤل أنه هذا الفريق من وين دخل بالضبط، يعني إذا كان داخل من شرقي نهر الدانوب المفروض يعبر نهر الدانوب مشان يكمل، إذا دخل من غربي نهر الدانوب إيش رجعهم مسافة 30 كيلو بوقت يعني ساعتين؟ يعني هل كانوا ماخذين سيارة من الطريق الدولي، ولا كانوا ماخذين سيارة الدورية نفسها اللي قتلوها بأول لقاء أو أول صدام؟ إجا بلاغ عن دورية فيها شرطيين عساكر مقتولين على هذا الطريق الدولي اللي يربط بكلة بالعاصمة بودابست. طبعا هنا لا شك صار في استنفار كبير، الكل قوى أمن المجر. طبعا أرجع أذكركم إخواني أنه مسافة 30 كيلومتر شلون قطعوها، خلينا نقول ساعتين، حتى لو 2:30 أو حتى لو 4 ساعات، مستحيل يقطعون هاي المسافة إذا ما كانوا راكبين سيارة. ولكن هل هي السيارة فعلا لابسين لباس جيش مجري وطالعين بالدورية نفسها، ولا هم أخذوا سيارة مدنية وراحوا بهذا الاتجاه واصطدموا مع هاي الدورية وأيضا صفوها؟ هنا اتوجه هذا الفريق، طبعا هنا مسافة تقريبا مدة حوالي أسبوع هذا الفريق مو معروف وين هو بالمجر. بعد حوالي أسبوع إجا بلاغ من منزل وين، يعني فعلا شيء غريب، يعني لو تعرفون خريطة المجر، هم المفروض يتجهون إلى أقصى غرب المجر كونهم بدهم يعبرون عن النمسا باتجاه أوروبا. هم مشوا بعكس هذا الاتجاه مسافة حوالي 400 كيلومتر شمالي. البلاغ إجا من شمال، من ضيعة أيضا شمال العاصمة بودابست. البلاغ إجا من حرمة عجوز عمرها 60 سنة. خلينا نشوف شنو صار معاها هي وهذا الفريق. وقبل لا أقول إخواني شنو اللي صار بهذاك المنزل الموجود بضيعة شمال بودابست، خلينا ندرس فرضية طرحها مكتب القانون الدولي هو والحكومة المجرية. المكتب يقول أنه بما أنه اصطدموا مع في أول صدام مع الكمين واتجهوا مسافة 30 كيلو بالسيارة، ربما كانوا ما يعرفون هم بالضبط وين رايحين، أو أنه يعرفون بالضبط هم وين رايحين. لما انسكرت قوى الأمن الطرق الشمالية لأنه لاجئين، بالتأكيد راح يتقدمون باتجاه الغرب،
بما أنه هذا الفريق خمن أو شاف أنه دوريات مكثفة باتجاه الشمال، عكس وجهته واتجه باتجاه نهر الدانوب. لما وصل نهر الدانوب استقل زورق واتجه باتجاه شمال المجر، وراح مع النهر مسافة 400 كيلومتر، تجاوز فيها العاصمة المجمرية بودابست، ودخل إلى هاي الضيعة اللي فيها العجوز اللي حكيت لكم عنها. وطبعا هنا يبدو الطرح منطقي، أنه استقلوا نهر الدانوب، يبدو أنه وما كان يتوقع الجيش المجري أنه راح يتجهون بهذا الاتجاه. يعني أخذوا النهر بزورق أو بقارب بعكس التيار، باتجاه وين ما يكون الاتجاه مو مشكلة، لين ما وصلوا العاصمة بودابست. دخلوا على هاي الضيعة ودخلوا على هذا البيت، طبعا كانت حسب إفادة هاي الحرمة المجرية اللي عمرها 60 سنة. طبعا تقول هي كانت في الطابق الأرضي، طبعا في كاميرات ومصور المشهد كامل، ولكن أنا شخصيا ما شفته. تقول كنت أتدفى على مجمر، والساعة 1 بالليل انفتح الباب ودخل علي شخص أسمر، والشخص الأسمر في وشم بصدره، يعني كان فاتح صدره أو ملابسه ممزقة. لما التفتت ونظرت له تملكني خوف ورعب شديد. يعني هذا الشخص الأسمر هو عبد الله الراشد اللي حكينا عنه بالبداية، من المملكة العربية السعودية. هو أول شخص دخل على هذا البيت، وطبعا هي تأكد أنه الباب كان مسكر، شلون دخل ما تعرف. دخل عليها تقول وحامل مسدس، اتجه باتجاه يمشي، ما قدرت حتى أتنفس. نظرت النوب، دخل شخص ثاني وشخص ثالث وشخص رابع، اللي دخلوا 4 أشخاص. طبعا اللي حكى معاي أول شي، ومشان ما أنسى إخواني في، لأنه الأحداث هنا مكتظة جدا، اللي دخلوا 4 أشخاص، وإحنا قلنا أنه من أصل 8 انفقدوا 3 حسب الصدام الأول، واللي هم طلال عبود وياسمين عبود وعلي شحيلات. اللي دخلوا 4 أشخاص، هنا في شخص انفقد، يعني هم المفروض يكونون 5. اللي دخلوا على هاي الحرمة هم 4. طبعا الشخص اللي انفقد على الطريق أو راح أو انسحب، الله أعلم، مو معروف يعني، أو انقتل، الله أعلم، واللي هو متولي دمرداش اللي هو من جمهورية مصر العربية، هو الشخص اللي ما كان موجود مع المجموعة الأربعة اللي دخلوا على هذا البيت. طبعا تقول هنا حكى معاي شخص بدأ للوهلة الأولى أنه هو فرنسي، وطبعا اللي يتقنون اللغة الفرنسية أكيد هم يا حجي بوزيدي من الجزائر أو المصلح بوضياف واللي هو من المغرب. حكى معاها باللغة الفرنسية، بعدين ارجع حكوا معاي باللغة الإنجليزية لحتى قدرت أفهم عليهم. وطبعا قالوا لي خليك جالسة بمكانك ومنو موجود بالبيت. تقول طبعا يعني بقوة معينة قدرت أرد، لأنه المنظر، منظر الأشخاص هذول يبدون أو يبدو مخيف جدا حسب إفادتها هي. قلت لهم في ابني نايم فوق. طبعا طلعوا 2 وجابوا ابني، طبعا كان نايم، جابوه وحطونا على كنبة موجودة بالصالة بجنب المجمر، وقالوا لنا اجلسوا، نحن ما بدنا اياكم ترتكبون اي حماقة وتخلينا نتصرف معاكم تصرف، يعني بصراحة احنا ما بدنا نقتلكم ولا نأذيكم، ولا احنا لصوص جايين نسرق. احنا مشان ايش جايين؟ جايين جوعانين، احنا راح ناكل اي شيء موجود بهالبيت
وما راح نأذيك لا أنتي ولا ابنك. وطبعا أخذوا الموبايلات من البداية، وتقول هي مدججين بالأسلحة. وطبعا عرفوا عن نفسهم، هي تقول قالوا لي أنا هذا الشخص من سوريا، وهذا الشخص من المملكة العربية السعودية، وهذا الشخص من الجزائر، والشخص الرابع هو من المغرب، واللي هو المصلح بوضياف. خلينا نعيد الأسماء اللي تواجدت بهذا المنزل: خلدون الصالح من سوريا، والمصلح بوضياف من المغرب، وعبد الله الراشد من المملكة العربية السعودية، وحجي بوزيدي من الجزائر. وتقول هاي العجوز طبعا عاملوني معاملة طبيعية جدا، وبدأوا يحكون معانا على أساس أنه نطمن، وبدأوا يتصرفون بالمنزل كأنه منزلهم. طبعا تقول أحد الشغلات أنه كان في بالثلاجة 6 كيلوات لحم، وطبعا 6 كيلوات لحم هي تقول أنه يكفلنا شهرين. هم شالوهن وحطوا عليهن ملح بس، وكبوهن بالفرن 6 كيلوات، أكلوهن بوجبة واحدة. طبعا هي تقول في واحد منهم كان طلع على السطح، وطلع على الحديقة وعلى الشارع، وكان كأنما يأمن الموقع، ويعتقدون أنه هو خلدون الصالح كونه ضابط ومختص بالمداهمة. تقول طولة الوقت كنت أبحث عن أنه طريقة مشان أبلغ عليهم، يعني مثلا أحاول أخذ الموبايل أو أرسل مسج أو أبعث أو اتصال معين على البوليس مشان يجون يلقون القبض عليهم. ولكن بعد ما خلصوا فاجأوني مفاجأة أو صاعقة. يعني شو تصرفوا الشباب؟ تقول بعد ما درسوا المكان، المزرعة أو البيت على شكل مزرعة، يعني درسوا المكان ودرسوا الطريق اللي يجيب على المزرعة، اجوا على ابني وسألونا. طبعا قالوا لنا شنو هذا العنوان، يعني طلبوا منا عنوان المزرعة تبعتنا. فتقول ابني أعطاهم العنوان بالتفصيل، عنوان المزرعة، والمفاجأة أنه الشخص اللي يحكي بالفرنسي طلب رقم البوليس. أعطيناه رقم البوليس أو النجدة، واتصل بالنجدة، قال في 3 لصوص دخلوا على هاي المزرعة، يعني هو شخصيا بلغ على نفسه. وطبعا بلغ منه، بلغ أقرب نقطة بوليسية. تقول أني واقف ومذهولة من الشيء اللي التصرف اللي تصرفوه، وطبعا ما أعرف شنو اللي بده يصير. بعد حوالي 5 دقائق تقول إجت دورية، أول ما دخلت على المزرعة حصل في اشتباك بينهم وبين الأشخاص نفسهم. خلال دقائق تقول صفوا الدورية، وأيضا أخذوا الأسلحة وأخذوا السيارة. وطبعا كان في شخص على السطح وأشخاص موجودين بالمزرعة، يعني شكلوا كمين لهاي الدورية. طبعا تقول أخذوا الأسلحة، وطبعا أخذوا موبايلاتنا بالبداية، ولكن باليوم الثاني لقينا الموبايلات موجودات على السطح، موبايلاتنا نفسها. يبدو أنه تركوهن على السطح، خلوهن. وأثناء المداهمة لما صفوا هاي الدورية ركبوا سيارة الجيش المجري وراحوا. طبعا بعد ما راحوا تقول اجت دوريات اخرى، وصرت بدي اشرح الوضع للبوليس اللي صار معانا، انه دخلوا شباب وكذا. تقول بدت الحكومة المجرية وكأنها فهمانة وتعرف هذول الاشخاص بشكل جيد. المهم ايضا بعد اليوم هذا، اليوم الثاني اجى بلاغ من استراحة موجودة على الجبال المحاذية للنمسا، يعني اتجهوا باتجاه الغرب، مسافة 200 كيلو تقريبا، واعذروني إذا المسافات غير دقيقة.
من الاستراحة هاي المحاذية للسلسلة الجبلية بين المجر والنمسا. أيضا إجا البلاغ من هاي الاستراحة أنه دخلوا 4 أشخاص على هاي الاستراحة وهم عرب، مبينين عرب، ودخلوا على البرادات هاي الاستراحة وأخذوا عصائر، وأثناء ما كانوا يأخذون عصائر حسب ما يقول صاحب الاستراحة، في شخص من الجالسين المجريين بدأ يلطش عليهم بالكلام، مسلمين أو مو مسلمين أو من هالكلام، وطبعا باللغة الإنجليزية يحكي معهم. فيقول اجوا على هذا الشخص وضربوه ضرب مبرح، كسروه تكسير، طبعا ما قتلوه، ضربوه ضرب يعني مبرح. اخذوا هذا الشخص على المشفى بعد ما طلعوا من هاي الاستراحة، ووين راحوا الله اعلم. طبعا من يومها الى هذا اليوم ما حدا يعرف هذول الاشخاص ايش كان غرضهم، هل هو هجرة ولا لا. وفي آلاف الأسئلة أطرحها على نفسي، وممكنكم تتساءلون أنتو أيضا شو هو الغرض، هل كان هجرة إلى أوروبا، وشنو اللي يدفع مثلا على سبيل المثال سؤال أنه شنو اللي يدفع عبد الله الراشد من المملكة العربية السعودية أنه يخوض غمار رحلة شاقة وهو يقدر يسافر بالطيارة وما حدا ضده، يعني بشكل نظامي يسافر، ليش يروح ويهاجر مع الشباب هذولا؟ وأيضا شنو اللي جمع هذول الأشخاص، ويا ترى وين راحوا؟ هل عبروا عن النمسا فعلا؟ لأنه كان أقرب بلد إلهم من هاي الاستراحة هو النمسا. والكثير الكثير من الأسئلة يا إخواني أتساءلها، وفي غموض كبير بهاي القصة صراحة، وتساءلت عن هاي الأسئلة كثيرا. ولكن أني من ضمن هاي الأسئلة أنه هل الشخص اللي هو عبد الله الراشد كان منتمي لتنظيم معين داخل سوريا، وما كان يعني كان اسمه مطلوب دوليا وما كان يقدر يسافر بشكل نظامي؟ هذا مجرد تساؤل طبعا. هل كانوا الأشخاص هذولا منتمين لداعش مثلا؟ هل كانوا منتمين الفصيل آخر بسوريا ولا لا؟ هاي من ضمن الأسئلة الكثيرة اللي تساءلتها. هل هم كانوا موجودين بتركيا وما أجوا على سوريا؟ أيضا هذا سؤال آخر. اللي حاب أقوله أنه لو في شخص من هاي البلدان يعرف واحد من هذول الأشخاص يحاول يعطينا معلومات عنه. وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله تكون القصة نالت أو حظيت برضاكم وإعجابكم. أخواني وخواتي، أرجو رجاء أنه تشتركون بالقناة وتفعلون زر الإشعارات ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.